السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب بالله، موضوع هذه الحلقة هي عن المهدي المنتظر. هي ما لها علاقة بالمهدي المنتظر، بس أنا بحط العنوان يعني المهدي المنتظر، مرات بحط القرآن الكريم مشان ايش؟ خلي الناس ينتظروا ويطلعوا على الشريط، لانه بدك تجذب انظار الناس مشان يسمعوا لك. وانا عندي افكار وعندي فهم للقران الكريم والتجارب اللي مريت فيها بحياتي، بحب اعطيها لاخواني. وكما بتعلموا، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. وانا والله بحب لكل واحد مسلم على وجه الارض، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، بحب الخير كما أحب لنفسي، والله على ما أقول وكيل، والله شاهد وعارف. فالمهم، عنوان الحلقة، هذه الحلقة، كيف كان الناس معي وكيف أصبحوا، الأخلاق الحميدة واللسان الحلو، هاي عنوان الحلقة. أحباب الله، جيت أنا على بلد غربي وسكنت فيه، يعني بلد بتكلموا اللغة الإنجليزية. وكما بيعرف الإخوان، أستراليا، أنا عايش في أستراليا، هي بيعتبروها بلد غربي، بس إحنا مش بالغرب، إحنا في أقصى جنوب الأرض. بس أقولكم كيف التجربة اللي صارت معي. أنا اشتغلت في مؤسسة حكومية كان عدد الموظفين ما بين 400 و500 موظف. اشتغلت فيها من سنة 88 لبداية 92. بخلال هالثلاث أربع سنوات، 400 كان منهم 390 أو 95 عدوي لي. ليش؟ اجيت بفكر العرب، وبالطريقة اللي أنا كنت إيش أنشئت فيها في بلدي، القوي بكل ضعيف، وأنا كنت غول، وصرت إيش اللي بزعلني يا ويل، واللي بحكي كلمة يا خلا هيك. يعني أبوي الله يرحمه حكى لي، شايف هالبلد هاي أو القرية هاي، بساعة بتخليهم أعداء، بس بدك وقت طويل مشان يحبوك ويصيروا أصدقاء. وفعلا سبحان الله، من أول ما جيت على البلد ما لي أصحاب، كلها صارت أعداء، لأنه ما بتحمل يا واحد يحكي معي كلمة يا خلا هيك. وكنت أفكر حالي عنترة من شداد، فهمت علي؟ يا أرض اشتدي عليك العهد قد. بس لما الله سبحانه وتعالى هدى وبين له الدين ورجع للقرآن وللإسلام وحاول يصلح بنفسه ويبدل بحاله وغير أخلاقه، سبحان الله، تركت الشغل قبل مدة يعني بسيطة، ما إلي عدو واحد، كلهم صاروا أحباب. تصوروا إنه أكثر من 50 جنسية الموظفين الموجودين فيه من جميع أنحاء العالم، كلهم كانوا وراي، انتخبوني أكون إيش اليونيون تبعهم، يعني المسؤول عن حقوق العمال، نقابة العمال، وانتخبوني أكون إيش المسؤول عن السلامة والأمان العام اللي بسموه هيلث أند سيفتي ريبريزنتيف. شو السبب؟ وخلال 16-17 سنة وأنا إيش منتخب، وبتعرف كل سنتين لازم يصير انتخابات جديدة، ولا مرة واحدة نزل حدا ضدي، يروحوا ناس ويجوا ناس وكلهم إيش وراي، اللي بحكيه هذا الرجل إحنا موافقين عليه، إحنا منتخبين، تكون متحدث رسمي عنه. شو الأسباب؟ والله اللي علمني هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق الحميدة. كان واحد يحكي معي كلمتين من الزنار تحت بالإنجليزي وبالعربي، أمسح فيه الأرض مسح، إذا في ضرب أضرب، بحاجة لضرب أضرب، إذا بحاجة لمسبات وتهديدات أسويها. بس لما قلت لك تغيرت، صرت أحاول يعني أتعامل مع الناس كبشر، يعني شو أنا مش إنسان جاي بدي أخرف في الدنيا، لازم يكون المسلم مصلح وين ما يكون.
فصرت واحد مثلا على حمل ثقيل اساعده، واحد مديون احاول افك عنه دينه، اقول له الناس دول يا اخوان انت كل واحد متفرق متفرق، كل واحد ما له حق، ضعيف. بس اذا انا وياك اتحدت بصير انا لما احكي انت تقول والله هذا كلامه حق وبتوقف معي، بصير ايش بدهم هاجم اثنين، بعدين صرنا ثلاثه، بعدين صرنا اربعه، صار الناس التموا حوالينا، وصرنا عن جد ناخذ حقوقنا وما حد يسترجع كلنا كلمه واحترام. كلها اسباب سنه النبي صلى الله عليه وسلم والقران الكريم، لانه ايش؟ وانك لعلى خلق عظيم. مره اسيويه، بلجيكيه، ايطاليه، من تايلاند، من الصين، من الهند، لبنانيه، سوريه، مصريه، احترام، تقدير. ما يطلع من فم الواحد الا الكلمه الحلوه. يسيء الا الانسان بقدر ارد عليه اقول له ايش؟ سامحك الله. God forgive you. ابين له نقاط اخذ حقي منه، بس بقول يعني هذا احنا civilized، يعني ايش؟ مش متوحشين، مش مغابي. صرت اتبع ايش؟ احاول اطبق الاسلام على نفسي وعلى البيئه اللي انا فيها. وشو الدلائل؟ يعني شو اللي خلانا نسوي الشغلات هاي؟ القران الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بسوره المؤمنون احباب بالله اي 96 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. يعني واحد اساء لك ادفع السيئه بالحسنه. تصوروا ما اعظم الايات هاي. وشوفوا بسورة الرعد 22 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار الجنة. قلت ليش أنا وجع الراس؟ ليش ما أخذ الأخلاق الحميدة هاي وأجرب؟ مش راح أخسر. أنا جربت الشر، خليني أجرب الخير. وسبحان الله اول ما بلشت الناس، يعني اقول لك مش من يوم وليله، فعلا زي ما حكى لي ابوي مده بسيطه خلت لي اعداء كثير، بس قعدت سنوات سنوات لما الناس صارت تثق في وتحبني يقولوا هذا مسلم بكذبش، هذا مسلم صادق واوقف مع الحق حتى لو بخسر اظني مع الحق. شوفوا الايات: والذين صبروا، لازم يكون عندك صبر. أنا والله ما كنت صبور، بس تعلمت الصبر. الصبر ما بيجي واحد بولد صبور، لا بتعود. بصبر على الجوع، بصبر على الإساءة، بصبر على الغضب، بصبر على الصلاة، بصبر على على أولاده، على جيرانه. لازم يصبر الإنسان. وبس يصبر ابتغاء وجه ربه، مش الصبر عشان رضاء الناس، إن شاء الله ما حدا رضي. لأنه لا بضره ولا بنفعه. بس لا، خلي صبرك واخلاقك بس ابتغاء وجه ربه. وقم الصلاه وانفق مما رزقك سرا وعلانيه بتدرع الحسنه بالسيئه اولئك لهم عقبى الدار. انا بحكي بس ايش؟ ويدرؤون الحسنه السيئه، يعني الاخلاق الحميده. سوره القصص 54 قال تعالى: يعني اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يعني ما بتاخذ اجر واحد، اجري ضعفين. تصور انت لك مليون حسنة لانك صبرت وتدرأ بالحسنة السيئة، يعني من المحسنين اصبحت، المليون بصير مليونين. شوف انا بحكي لك عدد، يعني بس هيك ولله المثل الاعلى. شوف الاخلاق الحميدة يا اخي، الكلمة الحلوة طالعة والكلمة العاطفة طالعة. طلع من ثمك الكلام العسل، تخسر اشي؟ شوفوا، جربوا مع مرتك، جربوا مع اخوانك، مع اولادك، مع جيرانك، مع الناس، على الفيسبوك، على التكنولوجيا، بالتليفون، بالشارع، بالمعاملات. شوف كيف الناس بتحترمك. واحد فكر حاله ضعيف، فكر حاله قوي اذا سب وغلط وهدد لا والله. خذوا سيدنا محمد اسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، صاحب الاخلاق العظيمة، وشوفوا كيف الناس بتحبك. والله الارض بتصير تمشي عليها بتحبك.
الشجر، الطيور، الحيوانات بتحبك، لأنه بصير يحسوا إنه الله سبحانه إذا ربك وحبك بأخلاقك الحميدة. وما في أزين للإنسان من الأخلاق الحميدة. هسا سورة القصص 54 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها عند الله. تصور تعمل حسنة تأخذ أجرك عند ربك، وبتأخذ الأجر خير من اللي سويته أنت. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون، يعني جزاءك راح يكون عملك أخلاقك. المسلم ليس بالسباب واللعان، صح ولا لا؟ أحباب الله، ما بصير واحد يسب ويلعن. بتشوف واحد ما بتعرفه بنزل شيء ما بيعجبك، اقرأ شو بنزله عليه كلام. بقدر أسب والله، والله لو بدي أرجع زي أخوان، والله العظيم قاموس يمكن الناس ما سمعوا فيه، قاموس جديد كان عندي. بس الحياء من الله، الله قادر علي، أي واحد يخسف فيه الأرض بصير يخاف من رب الواحد، يقول لك خلاص يحكي اللي يحكي، لا عني الله شاهد وعارف، ظن فيه ظن السوء الله موجود. شوفوا أجمل من آيتين، يعني من آيتين اللي أنا بعشقهم عشق في القرآن الكريم، أنا بحب القرآن كله، بس شوف سورة فصلت آية 34 و35، خذوا منهم العظة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. قلت لكم هو 3 سنوات كلهم تقريبا كلهم أعدائي، ادفع بالتي هي أحسن، فأنا دفعت بالتي هي أحسن وإيش وقابلت السيئة بالحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. بصير أعز الناس عليك، يحبك أكثر من نفسه مرات. وما يلقاها مين؟ مين بيقدر يسويها؟ إلا الذين صبروا على أذى الناس وعلى الكبر والغرور. انهنت شو الإهانة؟ الإهانة إنك تروح على النار وتغضب الجبار، مش الإهانة إذا واحد سب عليك. شو واحد سب عليك؟ خاضوا بعرض النبي عليه الصلاة والسلام، هل قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قتلهم سيدنا أبو بكر ولا أخوان سيدنا عائشة ولا سيدتنا عائشة قامت وتحلف وتقسم إنها مريئة؟ لا، الله براها من سبع سماء، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صبر على الأذى وما قام ولا لقطع راسه وقام طخوها أو ذبحوها بالسيف لعائشة زي ما بصير في البلاد العربية. واحد بتكون بريئة، ناس أولاد حرام بخافوش الله بتهموها تهمة باطل، بقوم الأهل قال ليش بدهم ثورة وشرف بطخوها وبذبحوها وبنحروها، هي مسكينة بريئة. أو بسمع واحد نسب من واحد سبع بمسك الفرد بطخه أو بطعه في السكينة. وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدقوني أحباب بالله، بسمع مليون مسبي على اليوتيوب ومرات على الفيسبوك بيحكوا معي ناس على الخاص وبتهموني تهم، وقادر أرد عليهم وأسوي أكثر منهم 20,000 مرة وأفجر فيهم لو بدي، بس بقول في رب موجود وأقول لكم أتمنى لهم الشر واتمنى لهم النار. والله والله قلبي ما بسمح لي، لأنه بقول مهما سوى معاي الزلمة ما سب وكذا وكذا الله يسامه. بزعل الواحد، يقول لك ما بزعلش، بزعل ومرات بحزن من كلامهم، بس بقول لك برجع بقول طب طب أنا يعني مثلا عشان سب علي أو عني أو وصفت بصفات سيئة أتمنى له يروح على جهنم خالد مخلد وهو بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
أحباب الله، لا يوجد أجمل من الأخلاق الحميدة، الأخلاق العظيمة. وأكبر صفة مزينة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والله وصفه فيها، وإنك لعلى خلق عظيم. أحباب يكونوا هيك. صحيح مستحيل نوصل لدرجة أن نكون مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بس نتشبه فيه قد ما نقدر. بلاش نلعن ونسب. واحد جادني، أنت على حق ولا على باطل؟ يا أخي خليه يحكي اللي يحكي، ما تجادله، لأنه أنت شيطان بنزغ بينك وبين الناس. إذا أخوان يوسف حاولوا يقتلوا أخوهم من الغيرة والحسد، فيش إنسان الله أنعم عليه إلا في ناس بحسدوا. يا أخي إذا بترد عليه وبتجادله بتزيد سب عليك، ما تسبش عليه، تقول سامحك الله، اتركوا. يعني تصوروا إنه أنا في بلد غربي وقاعد عندي ولدين، كان عندي ولدين صغار، وساكن في منطقة مش بيت، فلات، يعني شو بيسموه شقة، وفي جارة حولنا أجنبية، احنا قلت لكم أنا في استراليا، فأولاد صغار طلعوا فيهم سيارة وعندي سيارة أنا، فقربوا على سيارتهم، قامت المرة صرخت على الأولاد، أبعدوا تعال أبعدوا ننديزوا ومسبات وبصريش. فمرت إجت بدها تزعل، قلت لها لا، هذول جيران، نظرهم جيران، والله وصل على الجيران، اتركيهم. راحت الأيام. عندنا إحنا في الشغل على وقت هذا احتفال عيد الميلاد المسيحي، بعطوا كل موظف قالب، يعني هدية، كل سنة هدية مختلفة، بس بهاي السنة أعطونا قالب في إيش؟ كيك، اللي هو كيك، مش عارف إذا اسمه كعكة مغلفة محفوظة، أعطوني إياها، أنا ما بأكلها، ما بأكلهاش، فيها بعض الأمور، يعني يمكن تكون فيها خمر، يمكن فيها كذا، ما بأكلها. في ناس بقول لك إيش كبها ولعنها وأبصر إيش. جيت على زوجتي قلت لها بتروح بتدق عليها الباب وبتعطيها هاي الكيك وبتقولي لها مالك كريسماس. هسا في ناس راح يقول لك هذا بيشاركهم أعداء أعيادهم. النصارى في بلادنا أنا بعرفهم، لما نكون صايمين كان لي واحد في المدرسة عندي لما نصوم